السلام عليكم. كما العادة اليوم غادي نعطي سلسلة ثانية من خلال الكلمات المتداولة في اللغة الفرنسية والتي نستعملها بكثرة ويجب علينا حفظها على ظهر قلب، مفهوم؟ إذا نتمنى تستفدوا من هذه السلسلة. لنبدأ على بركة الله. أين أنت؟ Je suis ici. أنا هنا. Je suis ici. Je vais partir. سأذهب. يعني غادي نمشي. Je vais partir. Je n'ai pas le temps maintenant. يعني ما عنديش الوقت دابا. ليس لدي الوقت الآن. وبالنسبة للفرنسيين هما كيستعملوا j'ai pas le temps maintenant. يعني ممكن نقولوها في لغال يعني في الشفوي. مي في الكتابة بين في الكريتور خصني ندير je n'ai pas le temps maintenant. هي اللي كيلعب العبارة تاني صحيح مفهوم. كاين qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني ماذا يعني؟ إذا هناك أيضا bien sûr أكيد و bien طبعا. À mon avis حسب رأيي. Je crois que أظن أن يعني كنبغي نعطي الفكرة ديالي دونك كنستعمل je crois que. J'espère يعني أتمنى. J'espère que tout le monde va bien. أتمنى أن يكونوا جميع الناس بخير. Ce n'est pas vrai. هذا غير صحيح. هي أيضا نقدروا نقولوا لها c'est pas vrai في لغال كما كيقولوا الفرنسيين ولكن في الكريتور ضروري نديروا ce n'est pas vrai. وأيضا هناك je ne comprends pas. Par exemple شي واحد كيقول لك شي حاجة ما فهمتيهاش دونك غتجاوبو je ne comprends pas باش يعاود يشرح لك. وهذه الكلمه هذه كتداول بزاف ما بين لي زيليف و لي ماتر ديالهم داكور يعني ما كيفهمش الدرس ولا شي حاجه دونك يقول الاستاذ je ne comprends pas. وكاين j'ai faim انا جائع دونك je voudrais manger quelque chose يعني خصني ناكل شي حاجه اريد ان اكل شيء. وكاين ne t'inquiète pas يعني ما تقلقش لا داعي للقلق. ايضا à la prochaine مره اخرى يعني كنقول مره اخرى داكوغ. كاين عاوتاني ce n'est pas vrai يعني قلتها بعدا راني عاودت المره الثانيه. دونك كاين quoi de neuf يعني ما جديد شي واحد كتلقى به ولا يعني شحال ما شفتو كتبغي تسولو يعني الاحوال ديالو واش كاين شي اخبار ولا يعني كتقول له quoi de neuf او bien quoi de nouvelle داكوغ. هو غايقول لك يعني ما كاين شي جديد غايقول لك rien de spécial يعني ما كان والو كوم دابيتود يعني كما العاده ما كاين لا جديد. اذا كنتمنى هاد الكلمات يعني يفيدوكم وان شاء الله نتلاقاو في كلمات في سلسله اخرى. وما تنساوش كما العاده دائما دعموني باللايك داكوغ. يلا.